جهاز مصري جديد يضاف إلى سجل المقاولون العرب في تشييد مبنى السفارة المصرية الجديدة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. في غضون شهر وبجهود مكثفة ارتفع عن الأرض الطابق الأول من مبنى السفارة وظهرت معالمه لتبرز النشاط المصري والقدرة الخلاقة على تحقيق الأهداف بأعلى جودة وفي أسرع وقت. تجاري اعمال صب خرسانه مسلحه لسقف الدور الارضي بمبنى السفاره المبنى الاداري بمجمع السفارات المصريه بدوله غينيا الاستوائيه اللي بتنفذه شركه المقاولين العرب الغينيه، والحمد لله معدلات العمل بتسير بشكل سريع. البناء الذي يرتفع يوما بعد يوم ويتوقع إنجازه في غضون 6 أشهر ترجمة واقعية وملموسة وإشارة على التفاعل القوي بين مصر وغينيا الاستوائية. الشغل في الفاميد مدة 24 ساعة في اليوم وبدون راحة أسبوعية على ورديات متعاقبة ومتتالية، وإن شاء الله الشغل يليق بالسفارة المصرية في ملابه ويليق بالدور المصري الرائد في دولة في أفريقيا وغينيا الاستوائية بالذات. ويحتضن المبنى المتوقع ظهوره قريبا أعمال البعثة الدبلوماسية المصرية لتبقى مصر حاضرة وبقوة في قلب القارة السمراء، مستعيدة دورها الريادي والقيادي في تبني منظومة التنمية وقيادة عملية التطور في أنحاء القارة الأفريقية. وتبقى المقاولون العرب رافدا مهما ورابطا متميزا لعلاقة وثيقة بين مصر وغينيا الاستوائية، ودليلا ناصع البيان على أن مصر أبدا في قلب قارتها السمراء. من مقر السفارة المصرية الجديدة بغينيا الاستوائية، أمل صبري، النيل.